قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة، نروح لدينا ونتعرف منها على أسعار العملات والذهب. صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير محمد، صباح الخير والسعادة والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. فعلا بقى تسقن مع طبعا بداية انعقاد بكرة المؤتمر الاقتصادي وجلساته اللي هتستمر على مدار 3 أيام. أكيد كل الناس دلوقتي بتهتم جدا بمتوسط أسعار صرف العملات الرسمية. هنبدأ معاكم النهاردة من الدولار الأمريكي، وبالنسبة لسعر البيع 19.70 جنيه للبيع و 19.63 جنيه للشراء. اليورو 19.32 جنيه للبيع، 19.23 جنيه للشراء. الجنيه الاسترليني 22.20 جنيه للبيع، 22.10 جنيه للشراء. الفرنك السويسري 19.63 جنيه للبيع و 19.55 جنيه للشراء. اليوان الصيني 2.72 جنيه للبيع، 2.71 جنيه للشراء. بالنسبة للعملات العربية، فالريال السعودي سجل النهاردة 5.24 جنيه للبيع و 5.22 جنيه للشراء. الدينار الكويتي 63.49 جنيه للبيع و 63.17 جنيه للشراء. وأخيرا الدرهم الإماراتي سجل 5.36 جنيه للبيع و 5.34 جنيه للشراء. بالنسبة لمتوسط أسعار الذهب النهاردة، هنبدأ معاكم من عيار 18 اللي سجل للجرام 951 جنيه، عيار 21 سجل 1110 جنيه، عيار 24 سجل 2269 جنيه، وأخيرا جنيه الذهب وصل 8880 جنيه. حاولنا نعرف حضراتكم النهاردة عن أسعار صرف العملات الرسمية وكمان أسعار الذهب، لكن هرجع مرة تانية لمحمد علشان نبدأ معاكم فقرات صباح خير يا مصر. شكرا ليك يا دينا.